من جميع المحاور المؤدية إلى كربلاء، وأنت تدخلها تجد على طول الطريق المواكب الخدمية من كافة الجوانب وترحيب الأهالي بالوافدين دون تمييز أو عنصرية. فالغاية من كل هذا إكرام الضيف إن كان من العراق أم من خارجه. نحن خدمة الإمام الحسين على طريق نجف كربلاء، نقدم خدمات ثلاث وجبات، ريوق وغداء وعشاء، وعندنا مبيت إن شاء الله، والخدمات جارية ومستمرة والحمد لله والشكر. أصحاب المواكب الحسينية قالوا أنهم لم يتلقوا أي دعم حكومي أو جهوي، وكل ما يقدمونه بجهودهم الذاتية. بالنسبة للخدمات مقدمة من الأهالي جيدة جدا، كلش ممتازة. هم الأهالي هم جاي يقدمون خدمة، هو المواطن جاي يقدم خدمة للزوار. غير بالنسبة للدولة، خدمات الدولة صفر، صحيا إعمار كل شيء ما عندهم. المواكبنا الاستقبال الزائرين من كافة المحافظات، ونقوم بوجبات طعام من ريوق وغداء وعشاء ومبيت، والحمد لله والشكر. بس يعني بس المواكب، أصحاب المواكب هي قاعد تقدم، ما يعني أكو تقصير من الحكومة بخدمات التنظيف، ماء وكهرباء شوية بهذن السنة. أما الأمن، فالوافدون قالوا أن الطرق الخارجية مؤمنة بالكامل، وهذا ما لمسناه أثناء سيرنا ووصولنا إلى أرض كربلاء. الأمان زين، إجينا يعني الناس تترحب بينا الحمد لله. الأمان كلش جيد، كان ما حد حسب أي نوع تعرض أو أي نوع خدمة، كلش جيدة كانت الحمد لله. ملايين الوافدين من مختلف أنحاء العراق والعالم ما زالوا يدخلون المدينة سيرا على الأقدام لإحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. من كربلاء وليد الصالحي، التغيير.